بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب وطالبات الثانوية العامة الأبطال، معنا اليوم إجابة النموذج الأول للغة العربية، إجابة نموذجية. يا ريت نركز، لأن كل الإجابة جايبها من كتاب المدرسة، فنقرأ مع بعض السؤال ونعرف إزاي يتحل، حتى لو أنا مش ملم بالإجابة الكاملة إزاي أعبر عن جزء حتى منها. من دروس الأدب، أجب عما يأتي: على الاتجاه الوجداني في الشعر بعد الإحيائيين. هنا المدرسة التانية، خلي بالك، حرص أصحاب الاتجاه الوجداني على رقم واحد الخروج من أسر الأنماط الشعرية المكررة على مر العصور، بل وابتكار رقم اتنين صيغة شعرية حديثة يمتزج فيها التراث بالعصرية وتكتسب فيها الألفاظ دلالات حديثة وقدرة جديدة على الإيحاء، وتقوم رقم تلاتة الصورة الشعرية فيها على مفهوم فني حديث ينتفع بالنظريات الجديدة في الأدب والفن والموسيقى واللغة، وتنطلق الصورة الفنية رقم أربعة من الوجدان. أجب عن ألف أو باء فقط، علل. هنا طبعا السؤال بقرأ علل، هنا طبعا السؤال بقرأ كويس، وبختار عشان الوقت بلاش ذكاء، عشان وقت الامتحان قليل، فاختار فقط ألف أو باء اللي أقدر أعبر عنه. رقم ألف الإقبال على قراءة شعر المهاجر في الوطن العربي. باء الإسراف في استخدام بعض الكلمات العامية والأجنبية لدى شعراء المدرسة الجديدة. ما هي الأسباب؟ رقم ألف معناه تأثير شعراء المهاجر على القراء والمتابعين في الوطن العربي كان تأثيرا كبيرا. ليه؟ لأن أقبل القراء على شعرهم ووجدوه معبرا عما يدور في قلوبهم وأحاسيسهم، ويود الاتجاه الرومانتيكي في مصر لمحاكاتهم الرومانتيكية الغربية. يبقى بكل بساطة القراء لقوا فيه قالب يعبر عما في قلوبهم. رقم باء بالنسبة للإسراف، لأن شعراء المدرسة الجديدة كانوا يحاولون أن يخففوا من سيطرة اللغة الكلاسيكية والمعجمية القديمة، وأن يخففوا من الجماليات الشكلية في الأسلوب، ذلك لأن الواقعيين لا يحبون المبالغة في العناية بالأسلوب، إذ هو عندهم وسيلة لا غاية، والأهمية كلها للمنطق والطريقة التي تسود الأحداث والتعبير عنها. كما الأحداث والتعبير عنها كما حاولوا أن يبتعدوا عن التقريرية والخطابية والتعبير المباشر بلغة معجمية أو كلاسيكية. ألف أو باء بإيجاز وضح المقصود ب: رقم ألف العناية الفنية للقصة القصيرة على أن هذا التركيز في الوصف والإيجاز في القصة القصيرة يتسق ما تهدف إليه، فغايتها الفنية توصيل رسالة إلى المتلقي تتمثل في فكرة أو مغزى أو انطباع خاص، لكنه بدلا من أن يقدم أي منها بصورة تقريرية مباشرة يعزف عنها القارئ أو لا يوليها اهتمامه، يجسد في حكاية قصصية تحاكي واقع الحياة فتجذبه إلى متابعتها والتأمل فيها والتفكير فيما توحي به. بالنسبة لمفهوم باء، المفهوم الحديث لوحدة المسرحية، فنعلم معا أن فصول المسرح. أما الكاتب المسرحي الحديث فلم تعد تعنيه كثيرا
وحدة الزمان والمكان بقدر ما تعنيه الوحدة المسرحية الناشئة عن الدقة في توزيع الاهتمام ومراعاة التوازن بين الفصول والأجزاء حتى لا تخضع للجاذبية نهاية، فيحذف التفصيلات التي لا تؤدي إلى هذه النهاية التي يريدها، ويسرع ببعضها ويؤكد بعضها الآخر لأنها عناصر أساسية. اقرأ ثم أجب. قال الشاعر متحدثا عن مصر: أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي، ما رماني رام وراح سليما من قديم عناية الله جندي، كم بغت دولة علي وجارت كم بغت دولة علي وجارت ثم زالت وتلك عقبة تعدي. مفتاح البلاغة أول حاجة تبدأ بها قال الشاعر متحدثا عن مصر، والجملة دي المفتاح إن أقدر أفهم الكلمات البسيطة اللي قدامي. رقم 6، الشعر الجيد نتاج امتزاج الفكر بالوجدان، وضح ذلك من خلال الأبيات السابقة. مادام قال لي فكر بوجدان يبقى أطلع الأفكار وإزاي قدرت تعبر عن الوجدان، وأبدأ أقول: تسيطر على الشاعر عاطفة قوية وجياشة ومعبرة عن شدة حبه وإعجابه بمصر ومكانتها الرفيعة والسامية بين جميع الشعوب العربية، وجاءت أفكاره مرتبة وارتباطا كبيرا بعاطفته، حيث تخيل وافترض افتراضا لو أن القدر كتب على مصر الفناء وعدم البقاء والخلود فلن تجد في بلاد الشرق من يستطيع أن يحل محلها، ولن يكون لبلاد الشرق أي مكان بين الأمم، وكم من معتد حاول القضاء عليها ولم يلقى في نهاية المطاف إلا السوء، وهي سوء العاقبة والخيبة والخسران الكبير، لأن عناية الله لمال وسر جماله في قوله الشرق يرفع الرأس. الشرق يرفع الرأس، وفيه هنا فعل، هل فعلا الشرق ممكن يرفع الرأس؟ تصوره كأنه إنسان بس الإنسان مش موجود، بس صارة مكنية، حيث تخيل الشرق بإنسان يرفع رأسه، حيث حذف المشبه به وصرح بالمشبه، وسر جمالها التشخيص مع علاقة الشطر الثاني بالأول في البيت الأول، وماذا أفاد تنكير كلمة رام في البيت الثاني؟ علاقة الشطر الثاني بالأول، نرجع لأبيات، علاقته نتيجة لأنها واقعة لجواب الشرط، إنما تنكير رام فهي للتحقير والتقليل بجانب العموم والشمول. من كتاب الأيام لطه حسين، اقرأ ثم أجب. من ملامح شخصية الكاتب في طفولته أنه محب لسماع الشعر، لعزف المزمار، للعب الكرة، لتسلق النخيل، طبعا ظلل لسماع الشعر. 10، جلس الصبي في المحطة منكس الرأس كئيبا حزينا بسبب فراق أمه وأبيه وأخوته، ولا أنه ترك اللعب مع رفاقه، ولا ذهابه إلى القاهرة للدراسة، أم أنه تذكر أخاه النائم من وراء النيل. هي دي وظللها. 11، أجب عن ألف أو باء. علل امتناع الصبي عن الرحيل وقضاء إجازته بالقاهرة. باء، اتخاذ أهل القرية الفتى الأزهري خليفة لهم. بالنسبة لألف، كان الصبي صادقا لو انت تفتكر، ومتكلفا معا في البقاء بالقاهرة، صادقا لأنه أحب القاهرة وشق عليه فراقها، ومتكلفا لأنه كان يريد أن يصنع
صنع أخيه في البقاء في القاهرة للدراسة، حيث يعظمه أهله في ذلك. بالنسبة لباء، لأنه كان دارسا في الأزهر، ونظرة أهل الريف إلى العلماء أنهم خلقوا من طينة نقية غير التي خلق منها البشر جميعا، فلقد كان الصبي يعلم أن أخاه الأزهري قد حفظ الألفية ومجموع المتون، فأصبح عالما فيها ونال هذه المكانة الممتازة في نفس أبويه وإخوته وأهل القرية جميعا. السؤال اللي تقدر تعبر عنه حلو. رقم 12، بم تفسر تحرك نفس الصبي شوقا إلى الأزهر وضيقا بالريف؟ لأنه التحق بالأزهر ويصل إلى تلك المكانة العظيمة التي وصل إليها أخاه الفتى الأزهري، ويكون من المجاورين، ويتردد على الحسين والسيدة زينب والأولياء، ويبتعد عن الكتاب وسيدنا والعريف وتلك العادات التي اعتاد عليها، وأن ينال قسطا كبيرا من العلم، خاصة أن أخاه درس في الأزهر وحفظ الألفية ومجموع المتون من الجوهرة والخريدة وهكذا. رقم 13، مؤذن صلاة العشاء بالقاهرة يثير في نفس الصبي أملا قصيرا يتبعه يأس طويل. دل العزيز كان يدعو إلى صلاة العشاء فيثير في نفس الصبي أملا قصيرا. لماذا؟ لأنه فقد انتهى درس الأستاذ الإمام، وسيقبل أخو الصبي بعد قليل، فيضيء المصباح ويضع محفظته في مكانها، ويأخذ ما يحتاج إليه من كتاب أو أداة أو طعام، ويشيع في الغرفة في أثناء ذلك شيئا من الأنس، ويطرد من الغرفة في أثناء ذلك تلك الوحدة المنكرة، ولكنه سيلقي إلى الصبي تلك الوسادة التي سيضع عليها رأسه، وذلك اللحاف الذي سيلتف فيه لينام، وسيشهد التفافه في لحافه ووضع رأسه على وسادته، ثم يطفئ المصباح وينصرف ويغلق الباب من ورائه ويدير فيه المفتاح ويمضي، وهو يظن أنه أسلم الصبي إلى النوم، وإن كان لم يسلمه إلا إلى أرق. على ما يدل تأثر الصبي بحال الببغاء التي سجنها الفارسي. باء، إشفاق الكاتب من مصارحة ابنته بما كان في من طفولته وصبا. يدل رقم ألف على شعوره بالرحمة والرأفة بالحيوان، ورفضه وكراهية للظلم وتسلط وتعظيمه للحرية. أما بالنسبة للباء، لقد عرفته يا ابنتي في هذا الطور من أطوار حياتي، ولو أني حدثتك بما كان عليه حينئذ لكذبت كثيرا من ظنك، ولخيبت كثيرا من أملك، ولفتحت إلى قلبك الساذج ونفسك الحلوة بابا من أبواب الحزن. حرام أن يفتح إليهما وأنت في هذا الطور اللذيذ من الحياة. وده كان كلام طه حسين بل. نعم، وإني لا أعرف أن فيك عبث الأطفال وميلهم إلى الله والضحك وشيئا من قسوتهم، وإني لا أخشى يا ابنتي إن حدثتك بما كان عليه أبوك في بعض أطوار صبا أن تضحكي منه قاسية لاهية، وما أحب أن يضحك طفل من أبيه، وما أحب أن يلهو به أو يدل على حكمته وحسن تربيته ووعيه بطبيعة الأشخاص وحسن إدراكه لابنتي. من موضوع أبو الريحان البيروني، اقرأ ثم أجب. لقد تميز البيروني من موضوع أبو الريحان البيروني اقرأ ثم أجب. زهد، هل وكره ونفور، تبديد واختلاس، إهدار وضياع، أم ترك وأعراض؟ طبعا رقم دال ترك وأعراض. نزل صبر، جزع، اضطراب، ضيق، طبعا جزع الأولى. وضح الصفات التي يجب أن يتصف بها العالم
وتميزه. لقد تميز البيروني بالصفات الأساسية التي تخلق العالم وتميزه من عبقرية فذة إلى ذكاء نادر متوقد، مع صبر ومصابرة ومثابرة وجلد على العمل قل أن عرف له نظير، إلى دقة في الملاحظة وبراعة في الاستقراء، مع زهد في المال والسلطان وعلو عن الصغائر. حتى قيل عنه بحق إن البيروني مظهر من مظاهر الشموم، بنقل كأني قطعة كاملة أجب عن ألف أو باء، دل على أن عبقرية البيروني كانت نادرة المثال. والواقع أن البيروني قد تميز في فنون كثيرة متباينة، فهو في التاريخ مؤرخ محقق مدقق واسع الاطلاع، وفي الجيولوجيا جيولوجي ممتاز بشهادة الجيولوجيين المعاصرين، وفي الفلك فلكي ممتاز بشهادة الفلكيين المعاصرين، وفي الرياضيات رياضي ممتاز بشهادة أساتذة الرياضيات أيضا المعاصرين. باء البيروني زهد المال وخدم العلم فعلا، لأنه لما عاد من الهند استقر في البلاط الغزنوي، وأهدى إلى السلطان المسعودي رسالة في علم الفلك عنوانها القانون المسعودي في الهيئة، وكتاب ضخم يقع في ثلاثة أجزاء. ويروى أن السلطان أراد أن يكافئه على هذا العمل العظيم، فأرسل إليه ثلاثة جمال تنوء بأحمالها من نقود الفضة، فردها البيروني قائلا إنه إنما يخدم العلم للعلم، وهذا هو الزهد، فلقد رفض المال. مضى تعني انتهى، ولا دعا ولا داوم؟ طبعا داوم. مفرد الحدود الأحد، والحادي الحديد طبعا الحد. اتصف عهد عمر بن الخطاب بمساعدة أهل بيت المقدس والبر بهم، وضح ذلك أنه حينما عهد عمر بن الخطاب لأهل بيت المقدس عهدا جاء فيه أنه أعطاهم أمانا لأنفسهم ولأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم، لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم. وكان هذا العهد إماما لكل العهود التي عقدت معا. أجب عن ألف أو باء، دلل على رفعة الإسلام لشأن الفرد والسمو بإنسانيته. باء كون الإسلام دين السلام للبشرية جمعا. بالنسبة للألف فعلا رفع الإسلام من شأن الفرد اجتماعيا وعقليا وروحيا، وهو رفع من شأنه أن يسمو بإنسانيته، إذ حرره من الشرك وعبادة القوة الطبيعية، وأسقط عن كاهله نير الخرافات، وبدلا من أن يشعر أنه مسخر لعوامل الطبيعة تتقاذفه كما تهوى، نبهه إلى أنها مسخرة له ولمنفعته، ودعاه لأن يستخدم في معرفة قوانينها عقله ويعمل فكره، وبذلك فك القيود عن روح الإنسان وعقله جميعا. بباء كون الإسلام دين سلام للبشرية جمعاء، يريد أن ترفرف عليها ألوية الأمن والطمأنينة، ومن ذلك ما وضعه من قوانين في معاملة الأمم المغلوبة سلما وحربا. فقد أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم على المسلمين في حروبهم ألا يقتلوا شيخا ولا طفلا ولا امرأة، وعهده للنصارى نجران من أروع الأمثلة على حسن المعاملة لأهل الذمة. فقد أمر ألا تمسك نائسهم وأن تترك لهم الحرية في ممارسة عبادتهم. اقرأ الفقرة التالية بعناية ثم أجب عن الأسئلة التي تليها. إنما يثير الدهشة أن بعض الناس يطلبون الحقوق أكثر مما يؤدون الواجبات، ونحن اليوم في حاجة ماسة إلى أن نلتزم جميعا بالحقوق والواجبات معا.
وما الحياة إلا أخذ وعطاء، ولكن أن لنا ذلك وحاجتنا نحن المصريين شديدة إلى الالتزام بالواجب وأدائه قبل المطالبة بالحقوق من أجل تقدم الوطن الذي يستحق من العطاء الكثير. إعراب كلمة الواجبات، نبص كده على الواجبات، نبص على الواجبات، هل قبلها حرف ناسخ؟ هل قبلها فعل؟ فعل. هل قبلها اسم مباشرة؟ لا، ولاقي ان قبلها فعل. اسأل الفعل مين اللي بيودي؟ واو الجماعة هي الفاعل، يودي الواجبات، يبقى الواجبات مفعول به منصوب بالكسر عشان جمع مؤنث سالم. كلمة معا منين؟ ملاقيها في اي جملة حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة معا، ده اعراب محفوظ. كلمة شديدة، نحن المصريين شديدة، شديدة خبر لنحن، خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. الوطن من أجل تقدم الوطن، الوطن مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. استخرج من الفقرة السابقة مصدرا لفعل رباعي واذكر فعله. يبقى أنا دلوقتي أفتكر المصادر، يبقى أنا دلوقتي أفتكر المصالبة، يبقى هو ده المصدر اللي فعل الرباعي وفعله طالبة. 28 استخرج من الفقرة السابقة اسلوبا للاختصاص واعرب المختص. على طول قدامي نحن المصريين شديدة، حاجتنا نحن المصريين شديدة، يبقى على طول كلمة المصريين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، هو ده المختص. استخرج من الفقرة السابقة نائبا عن المفعول المطلق كثيرا، وهي صفة للمصدر المحذوف. استخرج من الفقرة السابقة ضمير مبني في محل رفع وبين موقوع الاعرابي. انا قلت واحنا شغالين واو الجماعة في الفعل يؤدون، ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، او الاقي كمان نحن ضمير منفصل ضمير مبني في 30، ما الحياة إلا أخذ وعطاء. ضع غير مكان إلا في الجملة السابقة ثم أعربها اللي هي كلمة غير، يبقى على طول أشيل إلا وحط غير، فأقول ما الحياة غير أخذ وعطاء، وهغير كلمة أخذ إلى كسرتين لأن اللي بيجي بعد غير مضاف إليه تبقى أخذ، وكلمة غير عشان أعربها هسأل نفسي سؤال مهم، اسلوب الاستثناء هنا هل هو تام، هو تام مثبت ولا تام منفي ولا ناقص منفي، وبناء عليه هاد هلاقي انك هنا الاسلوب ناقص منفي، فيتغير خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، يبقى النطق او التشكيل ما الحياة غير أخذ وعطاء. وبرضو كل عمل الأمل، اجعل الفعل في الجملة السابقة واجب التوكيد بالنون، فأقول والله ليحققن العمل الأمل، يسعى لفعل الخير يعيش سعيدا، اربط بين الجملتين السابقتين بأداة شرط جازمة مناسبة، من يسعى لفعل الخير يعيش سعيدا. في أي مادة تكشف في معجمك عن كلمتي حاجتنا ويؤدون؟ حاجتنا طبعا أشيل أحرف زيادة تبقى حوج، لأن الألاقي الماضي حاجة أشيل يؤدون الماضي بتاع أدى. من نص من أنت يا نفسه، الصورة البلاغية في أنت، التعبير بإيه نفسي تفيد الاستزادة والتنوع. يؤدي المقطع السابق لحظة تنوير في القصة القصيرة، وضح ذلك، لأن ذلك المقطع يؤدي في موضعه دور لحظة التنوير في القصة القصيرة الذي يضيف
فيه لمسة أخرى من اللمسات المنطقية في التصميم وأحكام البناء، فالشاعر فيه يلتفت إلى نفسه مخاطبا إياها بصيغة تفيد معنى الأمر لها بالاستزادة، وكأنما يقول لها هاتي ما لديك، لقد اكتشفت السر وعثر على الجواب، فأنت ومثلك كل نفس إنسانية نفسة بديع، أنت الريح والنسيم، أنت الموج والبحر، أنت البرق والرعد، أنت الليل والفجر، أنت كل ذلك لأنك فيض ذلك لأنك فيض الإله. أجب عن ألف أو باء، علل. نجح نعيمة في تقديم صورة حسية في كل مقطع. باء للخيال دور في القصيدة. بالنسبة لألف، التجربة الشعرية في القصيدة من قبيل التأمل الذي يدنو من الفلسفة أو يقف على حافتها، فقد نجح في تقديم الصورة الأساسية في كل مقطع تقديما حسيا يحفظ لعمله طبيعته الشعرية في تحريك الوجدان. باء، لعب الخيال فعلا دور في القصيدة فأسهم في إبراز الفكرة والشعور وإظهار حالة القلق والحيرة عند الشاعر، فمن التشبيهات جيش الظلام، أنت برق، أنت برق، أنت رعد، من نص في رثاء مي. كلمة في سياقها السابق تعبر عن التوجع والشكاية ولا الحيرة والتردد والفزع والخوف الشوق والحنين، طبعا التوجع والشكاية. مفرد كلمة شيم، طبعا شيمة الأخيرة، وضح بأسلوبك الصفات التي استعرضها الشاعر للأديبة مي في الأسطر السابقة. نلاقي الأديبة التي قدم رثائها هذه الصفات، منها ما هو حسي مثل حلاوة الحديث وجمال الصوت وصفاء الجبين ووضاءة الوجه، ومنها ما هو معنوي كالأخلاق الحميدة التي حبها الجميع والرأي الصائب والذكاء الحاد، ومنها أما جمالها القدسي فصفة تجمع بين الحسية والمعنوية، فالجمال جانبه المحسوس ربما بأكثر من حاسة، ومع ذلك فهو جمال قدسي، والقدسي هو الطاهر نسبة إلى القدس وهو الطهر، وهو صفة لها طابعها المعنوي. أجب عن ألف أو باء فقط. بميوحي الخيال في قولي ذكاء ألمعي كالشهاب. باء، ما الغرض البلاغي من قوله كل هذا في التراب؟ ألف، هو تشبيه حيث شبه الشاعر ذكاء مي بالشهاب بما يوحي بقوة ذكائها وحسن إدراكها وفصاحة عقلها. باء، الغرض البلاغي أسلوب استفهام غرضه إظهار الحسرة والألم والإنكار. من نص التكافل الاجتماعي في الإسلام، نص التكافل الاجتماعي في الإسلام، نقرأ القطعة. هات مرادف غوائل الشر طبعا والفساد، ومفردها غائلة. اذكر مفرد كلمة آية. هات مضاد تربو تقل أو تنقص. كيف اهتم الإسلام بعلاج مشكلة الفقر؟ فقد جعل الإسلام من ضمن أهداف إنقاذ الإنسانية من غوائل الفقر وجرائر الجوع، كما اختار الله الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فقيرا ليكون أظهر لقوته، قياسا على اختياره أميا ليكون أبلغ لحجته. 47، لم يبعث بها الله محمدا آخر الدهر إلا لينقذ الإنسانية. في العبارة السابقة أسلوب قصر بلاغي بين وسيلته وقيمته الفنية. القصر البلاغي عن طريق استخدام أداة لم وإلا وقيمته التخصيص والتوكيد. وضح الخيال وميوحي في قول الكاتب جرائر الجوع
تشبيه بليغ مبتكر حيث تخيل الجوع بالجناية العظمى أو الذنب وسر جماله التوضيح، ويوحي بفظاعة الفقر وآثار السيئة. لماذا أكثر الكاتب من استخدام الأساليب الخبرية في مقاله هذا؟ استخدام الأساليب الخبرية دائما للتقرير الفكرة وتأكيد الفكرة وترسيخها في الذهن، واستخدام وسائل التوكيد متنوعة لمزيد من الإقناع. 50 أجب عن ألف أو باء. بمتفسر عودة الكاتب إلى بلاغة القدماء في التعبير. باء تميز الزيات بسمات كتابية عن غيره من حيث التصوير والأسلوب. بالنسبة ألف إجابته، يعد الزيات من المحافظين المجدين كطه حسين والعقاد والمازني. والحاصل أن الزيات يمثل المذهب أدبي جديد يقوم على دعامتين اثنتين، الأولى الإفادة من آثار الفكر الغربي، الثانية العودة إلى بلاغة القدماء في التعبير، والذي اتسم بالإيجاز ورصانة الفواصل وقصرها وجمال اللفظ ووقع موسيقاه الساحر. خصائص الآتية لكتابات الزيات: فكره واضحة وسامية، يميل إلى الإطناب واستيفاء الفكرة، يعتمد على التصوير لإبراز فكره، وله تشبيهات مبتكرة، يستخدم اللفظة في مكانها الملائم، فتشع إيحاءات ودلالات تبرز فكرته وأحاسيسه، يعكس أحاسيسه ويصور نفسه في كتاباته، له أسلوب خاص ليس بالمرسل ولا بالمسجوع المقيد بقيود السجع أو التكلف اللفظي، عباراته عربية سليمة ناصعة فهي فصحى، فهي محررة اللفظ دقيقة الاختيار، وفي النص موسيقى نابعة من تقطيع الجمل تقطيعا متوازيا، واستخدام السجع غير المتكلف.